اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شفت في. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من نواحي مولاي ابو سلام. احنا بالطبخ اليوم في جماعه الميمونه. اليوم هذا العائله كما كتشاهدوا معنا اليوم راهم شاردين في الشارع. مرات باهم اللي خرجتهم من بعد ما تزوج بها واحد القصه اللي هي غريبه كما كنقولوا. الاب ديالهم الله يرحمه في عمره 86 سنه تزوج واحد الشابه اللي في عمرها ديالها 34 سنه. لكن هاد مرات الاب كيف ما كيقولوا هما كتب لها الدار جرات على الاولاد رجلها. مرحبا بك لاله ومرحبا بكل المتابعين. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو لانك تصح قناه تبارطاجا. لاله عاود لنا القصه ديال الاب ديالك الله يرحمه مع المرات باكم اللي اليوم نتوما في الشارع بوليداتكم كما كتقولوا نتوما السته ديال الوليدات. مرحبا تفضل لاله. هي يا سيدي خرجتنا نطلب مني انا الزواج وجيت انا نطلب شنو وليت منك؟ الوالد ديالي جيت من طنجة قلت له با من حقك تجوج وجيت وقلب شفنا هاد المرأة وجبناها فمن حقك تجوج وجبنا هاد المرأة ومني جاتكم من 6 شهور جرات على خويا من الدار جرات عليها سيدي من اللي جرات عليه أنا من جرات واش خرجت أنا من جرات سمحي لي باش نفهم لا محمد جرات لا ما تكونش ما تكونش أسماء الله يخليك واش خوك هذا اللي جات عليه؟ هذا خويا جات عليه من الدار جرات عليه من الدار نعم هو اللي وين جرات عليه بخمسه الاولاد مني جرات عليه ناضت بنت وخدمت مسكينه وكافحت ودارت واحد المويحيل مني هذاك المويحيل الاخر كانوا عاطينه له وولات خرجته منه مره قالت له بنيتي الدار ديالك خرج مني خرج غساكن فيه خرجته مره صافي مسكين بقى في هذاك المويحيل اللي بان ليا بنته بقات فيه بقات فيه بقات فيه نهار سيدي اللي مات ملي مات صافي خرجت شحال باش مات الله يرحمه حنا ايه شحال باش مات 6 شهور دابا دابا 6 شهور نعم 6 شهور باش مات مني بقى هذيك راه عوتتنا قالت لنا تعالوا باكم هو طاح بعتها سيدي 70 الغلم بعت كلايط مليون ونص بعتها سيدي بقره هي الثالثه في ولادها ومني جمعت لهم مره من طحمر قالت لنا اجو هزوا باكم ديناه وجرينا وسبقنا وشرينا له الدواء وارتاح شويه دو السيمانه مسكين مات مني مات صافي حنا جالسين في الدار تا جابت النائب ديال الجامعه خرجتنا قالت لنا نوضوا خرجوا تا دخل الفقي ديال الدوار والنائب قالنا نوضوا خرجوا من الدار ديالها غادي لها بيع وشرا وهاك واغط سيروا قريوهم وسيروا فيما بغيتو تشيو سيروا هي هذيك سيدي جرينا نضنا كنطعنوا في هاد الشيء قالنا صافي ما عندكم والو خرجنا كل واحد عطى راسو لجهه واش ارض الجماعه ما كتباع ما كتشرى وكي دارت هاد المراه باش باعت وشرات معاه ما فهمناش حنا تصدمنا في هاد الشيء اللهم هذا منكر واش النايب ودار هاد الشيء هذا احنا ما عرفناش ولادو ما عرفناش حنا استد النفوس وخرجنا من الدار اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر الله يزيدنا في سيدنا يشوفنا في هذه الحاله احنا مزهطن في الشارع راه بالليل كنبقى نجلسو قدام الباب والدار هي مسدوده النائب ديال الجامعه هو اللي سادها وحنا قاعدين نسيري بالنهار بالليل بالنهار قيلو هنايا قدام الدار وبالليل سيدي كنتحازو على هنايا ونجلسو تاني كنديرو ونجلسو اللهم هذا منكر ولا سيدنا لا كان يشوفنا الله يزيد في ايامه والله يشد فيه ويشوف هاد الشيء هذا حنا بغيناه يشوفنا ويتعاون معانا الله ينصره والله يزيد في ايامه راه ولاد الحقرة احنا محقورا احنا مظلوما اسيدنا شوف فينا الله يرحم لك الوالدين احنا مظلومين ومحقورا واحنا ناس دراوش وناس ضعافة احنا ما عندناش سيدي الله يزيدنا في ايامك ويزيدنا في ايام جلالة الملك الله يشد فيك احيا الملك احيا سيدنا الله يزيدنا في ايامه انت الاخ ديالو مع سيدي ياك انت عندك مع نفس المشكل نفس المعاناه نفس الامور نعم سيدي تفضل هاد المراه قهرتنا هي والنايب ديالنا النايب ديالنا شاهد فينا زور قبيل كان يقول مرا صالحة والمرا خرج السيد من هنا من الدار
خرجوا من هنا تزاوت من هنا يوم مشى تزاوت ليه وشاهد فينا الزور اليوم من شراها بقى كيقول لنا الخانزة هي اللي باعت لي الخانزة هي اللي باعت لي وقبيل من كنت كتشهد بها مرزة زينة ومزيانة اليوم وليتي كتقول لنا خانزة خانزة هي اللي باعت لي وهي اللي شارية من عند باكر بنا ما بايع ما شاري ما ساني ما داير حتى شي حاجة بنا أمي بنا كان يدعى مع ولادو بالصح كان يدعى مع ولدو حقا كان يدعى معاه على هاد البقعة طلعت على كتافو هاد السيد هاد أنا ما خدمت معاهم أنا أخوهم من با أنا ماشي أخوهم شقيقهم أنا أخوهم من با هادي ضارب فيها تمارة أنا راه ما عندي معاهم حتى شي حاجة هنايا جابني با حطني راه في ناس با خويا خرج على قودو هنا وأنا عطاني على قودي هنايا قال لي السابق ما عرفنا شكون السابق من موت هذيك الساعات كل واحد راه يخرج على طريقه هاد المرة لعبت بينا وضحكت على بانا كبير بانا راه في عمرو 86 ولا 87 الله اعلم انا براسي انا عندي 57 با شحال غادي يكون عنده خويا كبر مني مات كبر مني سميتو احمد مات شحال غادي يكون عند خويا راه يكون شاد في 60 بانا راه كبير لعبت له في مخو تاوه لعبوا له في مخو في عائلته لعبت به هنايا حنا يا سيدي راه حنايا مقهورين هنايا ما عندنا لا معرفه ولا سلطه ولا حتى شي حاجه عندنا الله الملك عاش الملك عاش الملك حنا راه ما عندنا الا ربي حنا ما عندنا معرفه ما عندنا كليال ما عندنا فلوس ما عندنا ما رشيف هاد الناس كيقولوا كيعطيو الرشوه كيعطيو الفلوس وكيرشيو وهاد الناس ما عندهم حتى علاقه هاد السيد هذا راه ظلمنا وظلمنا في حقنا ظلمنا بزاف وكيقول لنا حنا نتوما بوكم غادي نرحلكم باكم ماشي من هنا انا اللي كيقول لك شكون هو النايب هذا النايب كيقول لك النايب كيقول لنا باكم براني ماشي من هنا وجينا نقلبوا فيه هو يا كنصيبوه ماشي حتى مغربي هو ماشي مغربي هنا كنقلبوا عليه كنصيبوه حتى هو باه براني حتى حنا برانيين في هاد الارض كلها برانيه ما كاينش شي ود الاصل ولا ود المعرفه ولا هادي كل واحد حاط هنايا وهاد الارض هادي خوك نعم ماشي على حسابه واخا انت قلتي مرات باك خرجت من الدار وياك سيدي كنتي عايش معاه وليتي انت ويا في المشاكل الوالد ديالك قبل ما يموت وكان عندك مشكل مع الوالد ديالك الله يرحمه كان عندي معاه المشكل نعم شنو المشكل اللي كاين قرب حتى لي حنايا باش نشوفك قرب هنايا اجي سيدي قرب حنا باش نشوفوك نعم كنا حدا كنا سيدي هنايا مرات با هي السابع والنايب كيقول لك انا شاري وارض جامعه ما فيها لا بيع ولا شراء انا سيدي هاد الارض ديالي وانا اللي شادها نهار خرجوا ولاد جماعه شدوا الارض خرج مني من ولاد جماعه وشديت الارض وسكنت معايا الوالد الوالده ماتت توفات مشات عند الله جا الوالد طلب الزواج زوجنا على سنه الله ورسوله صدقت مرات با رماتنا للزنقه وقالت لك الدار راه بايع لي باك باك ما عنده والو ودابا سيدي بقينا لموجود الله حنا حنين ما عندنا لا حنين لا رحيم بقينا لموجود الله دابا هالسيده تعدات علينا وسيطرت علينا ضربنا عليها تماره الدار وفي الاخر قالت لك راه داير لي بعسرة الوالد مات نهار 3 ايام خرجتنا مع العزايه مشينا خرجنا تسيطرتنا على الدار نهار 3 ايام نهار 3 ايام جرات علينا من الدار قالت لك با بايع لك باك بايع شاري معايا دابا نتوما الدار ما بقى عندكم ما فيها لا بيع ولا شراء والنايب عنده علاقه معها قال لها الدار انا نجري عليهم وكتبيها ليا انا اللي غنشريها دابا سيدي الله يزيدنا في جلاله الملك الله يجعل ربي يوقف معنا وفي جلاله الملك الله ينصره الله يزيدنا في يامه ويطول عمره عيش الملك عيش الملك يحيى الملك اذا كيف ما تبعتوا معنا متابعين الافاضل فهاد العائله اللي مشرده اليوم في الشارع كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين كيطلبوا الحق ديالهم وكيطلبوا من جميع المسؤولين انهم يدخلوا ويشوفوا الحل مع هاد الناس فشكرا لكم على المتابعه والى اللقاء